بسم الله. تعرفوا ان انا ما بحبش غسيل المواعين؟ هي دي بقى الزبونه دي بقت حامل ولا ايه؟ عامله ازاي؟ مش عارفه ايه روتين الاقوياء. يلا بينا عشان هننظف المطبخ. هقول المقدمه بسرعه. مشاهدين الاعزاء، اهلا معاكم ساره سعيد. مش عايزه اقول لكم انا بكره غسيل المواعين قد ايه، بس لازم اغسل المواعين علشان الاطباق. فحتى لو انا قلت مش هغسل الاطباق وهاكل من الحله، ما الحله مصيرها تتوسخ ولازم اغسلها. فلازم نيجي على نفسنا في الحاجات اللي احنا مش بنحبها علشان الدنيا تمشي معانا. وثبت علميا ان غسيل المواعين بيهدي نفسيا، فانا بحاول برضو اهدي نفسيتي، وانا انسانه علميه قوي فبمشي طبع العلم يعني. بس بقى كده انا حاطه فيديو على المقطع ده، وبعد كده طول الفيديو بقى هتقولي بتكلم عادي، لان انا كانت نفسي مقفوله شويه عن الرغي وانا بغسل المواعين، وكنت سرحانه قوي او نفسيتي كانت بتهدى. ف تابعوني وتابعوا الفيديو لحد الاخر ومتزهقيش، ربنا يهديك وتعملي اشتراك ولايك على الفيديو. ويلا بينا. طبعا باين لكم ان المنطقه دي نظيفه وزي الفل. لا 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 لا، مش نظيفه خالص. الله، بصوا على الحوض. وهجيب بقى قماشه وهمسح الاستاند ده، همسح الازازه دي، ننضف بقى ايه، نلمع كل التراب. المج ده لسه شاريه جديد، بس ايه لسه ما استخدمتوش، فاما استخدمه هغسله تاني. الحاجات دي انا كنت لسه ملمعاها عشان كنت حاطه فيها اكل، فايه هتلاقوها نضيفه شويه. هتلاقوها نضيفه. الحاجات دي بقى بستعملها على طول، بحط فيها الاكل فهي نضيفه. استنى ايه بعمل اللي عليا معاها. الاستند ده كنت شاريه من ايكيا في مشترياتي. لو عايزه تعرفي سعره وكل حاجه هتلاقي اللينك في القناه بتاعتي. ايه هتعرفي كل حاجه، بس بحاول ما اجيبش عليه ميه علشان ما يبصش. ماشي. طبعا انا كنت ماسحه الرخامه. بس كده ارجع كل مكانه. طبعا الرصه دي لازم تترص بفنيه واحترافيه زي انا كده بالظبط. شايفين الفن بتاعي؟ طبعا السلك ده بتاع الموبايل عشان الموبايل كان هيفصل شحن، فايه قلت عايزه انضف المطبخ، فقلت انضفه معاكم عشان يعني اسلي نفسي واسليكوا. عشان لو انت مطبخك زي مطبخي كده نضيف قوي كده، تبدأ ان انت ايه تقومي تنضفيه كده. طبعا بقى ايه امسح الميزان الحلو ده، انضف الميزان. مين بقى شاطر يقول انا شاريه الميزان ده ليه؟ اولا شارياه علشان انا بحتاجه في تقسيم الخضار، يعني عايزه احط حاجات في الفريزر فبقوم عامله ايه مقسمه مثلا نص كيلو نص كيلو كده، يعني كيلو زي ما انا عايزه. وكمان عشان حاجه تانية بقى ايه بجد وحقيقي، ساعات الناس بتوع الخضار والفاكهه بينصبوا عليا في الميزان، يعني اقول لهم كيلو يديني كيلو الا ربع، فانا بحس برضو بالوزن ان ايه لا الحاجه دي قليله في ايدي، مش الميزان مش كانش طالب كده بما يرضي الله. فانا بقى جبت الميزان ده، واللي شك فيه بوز الوراء، ويا هنايا ساعده اللي يسرقني ما بروحلوش تاني. طبعا بص انا مش بروح له بقى اقول له مش عارف ايه، بس مش بروح له تاني علشان بعرف ان هو حرامي في الميزان، وده بقى حسابه عسير عند ربنا. فانا جبت الميزان، جبت الميزان. اي فكهاني يسمعني يخاف مني، يخاف مني. طيب انا كده نظفت الجزئيه دي، هغسل بس الطبق بتاع دي واحطها. يلا بقى على الجزئيه الثانيه، وهي جزئيه الاستانت بتاع المجات. طبعا يبان من قدام كده اهو ان هو نضيفه زي الفل. ما اعرفش بقى هو طالع معوج ولا طالع مظبوط. خليه كده. طيب بصوا بقى، تعرفوا ان انا كذا مره اعمل فيديو وبعد ما انضف الاستاند ده الفيديو بمسحه؟ تفتكروا بمسحه ليه؟ بمسحه لان انا ببقى بصور بشعري، لان انا وشي مش هيبان في وانا بنضف وكده، فمبقاش لابسه الطرحه، وفجاه انضف الحته دي
دي بالظبط. الاقي بقى ايه، انا طالعه بقى ايه، طالعه منوره منوره. ف المجات دي نظيفه، فانا بقيت البس طرحه كده ايه احتياطي علشان الفيديو ما يتمسحش تاني. طبعا انا حاطه دي، حاطه الكروشيه ده علشان المجات ما تتكسرش، عشان كانت بتخبط هنا. حتى بصوا السيراميكا ذات نفسها اتكسرت، شايفين باينه هي اهي اللون الابيض ده. فعلى ايه بقى، حتى الكوبايه اتكسرت اهي، يعني دمار من جميع النواحي اهو. دي كوبايه كده محترمه، ده انا عندي يعني حاجات بقها رايح خالص، الكاميرا مش فاضيه تعمل اهي، شايفين دي كده. ايه ده، دي واحده جديده، تصدقوا انا عمري في حاجه ما خدت بالي منها، على طول بوريكو دي، معرفش ان في مصيبه تانية. طب ماشي يلا، مش مشكله، الحمد لله انا حطيت المفرش الكروشيه الرهيب ده وشغلت دماغي شويه. دي بقى بعمل بيها بيتزا، وهي عليها دقيق كده بنضفها من باقي الصينيه. بس انا بحس ان الدقيق ده ديكور بالنسبه لي، مش عارفه ليه، يعني ايه اللي هو يخش يقول ايه ده اللي مقطعه العجين بقى وكده، ان انا ما عنديش وقت. دي بتاعت معالي، عايزه اغسلها برضو. دي بتاعت معالي عايزه اغسلها برضو علشان مش نضيفه. طيب بصوا اهو، شايفين التراب اهو، بصوا اهو، عشان ايه يبقى الحاجه تبان ان هي نظيفه، بس هي مش بتبقى نظيفه بصراحه. طيب نشيل بقى الحاجات دي كلها كده، هنبدا ان احنا ننظف. انا بحب الكنكات النحاس دي جدا، بحبها قوي، مع ان يعني انا ما بشربش قهوه خالص، بس اللي يجي لي مثلا عايز يشرب قهوه بتبقى موجوده. دول بقى عمليين قوي قوي قوي، بحط فيهم اليانسون السايب، انا ما بجيبش باكيتات علشان قالوا عليها ان هي مضره، فبقلل الباكيتات. يعني مثلا عندك جنزبيل، ارفع جنزبيل دي باكيت بس ايه، يعني هو ده بس. لكن اليانسون بجيب في ده واحطه، ده بقى ايه جميل قوي. في منها زي مشبك كده بس اتكسرت مني، دي عملية اكتر منها، كانت معرفش ب20 جنيه ولا ايه. طيب الاستاند ده برضو عايز يتنضف، اتكسره بقى، اتكسره. انا مبحبش امسك ازاز ابدا، بحس ان انا بمسكه ببقى خايفة كده. طيب هننضف بقى. طيب انا كده مسحت الجزئية اللي فوق دي الحمد لله، ساعات بكسر امسحها كتير بس. طيب انا كده مسحت الجزء اللي فوق، هحط دي دلوقتي في الحوض، ومش هحطها بقى مكانها هنا تاني، هي كان مكانها هنا، مكانها في الحتة دي، كان مكانها فوق كده هنا، فانا مش هحطها هنا، هحطها في حتة تانية اوريكم دلوقتي. طيب نبدأ بقى نعمل ايه، نمسح المجات دي. طبعا المجات دي تتمسح كده، بس لما باجي مثلا اشرب فيها لازم اغسلها طبعا عشان التراب، عشان هي ايه في على رف مفتوح مش في درفة ازاز تحميها. فكله نمسحها كده اهو. الكنكه دي بقى بحبها قوي، مع اني برضو ما بشربش قهوه، بس اللي يجي يشرب قهوه عندنا الكنكه، عندنا السفرتايه، عندنا البن، عندي ربع كيلو بن اهو، فكل حاجه موجوده. نمسح بقى برطمانات الشاي. البرطمانات دي كانوا 3 برطمانات، في واحد وقع مني اتكسر، طار كده، طار زي عارفين انتوا باظ يطير، هو ما اسموش باظ يطير بس احنا كمصريين بنقول عليه باظ يطير، اسمه باظ لايت حاجه كده. المهم بقى ايه، طار طار واتكسر، اتفشفش 100 حته، قعدت ارمي في الازاز والاستانلس، بس كنت بحبه اهو، بس عادي، خد الشر وروح على رأي المصريين، خد الشر وروح. طيب احنا بقى عايزين ننضف بتاع دي بتاعت ايكيا دي، طبعا بقول الاسامي علشان بيسأل بيبقى عارف انا شاري الحاجات دي منين. دي انا شاريها من ايكيا، 2 بيتحطوا على بعض، كانت في واحدة ب120 واحدة ب105، ماشي. طبعا هكذب عليكم لو قلتلكم انا جايباهم مع بعض، لا دول انا جايباهم مع بعض فعلا، انا جايباهم مع بعض، انا في واحدة تانية جايباها لوحديها، بس ايه ما بجيبش كل الحاجات مع بعض، يعني ايه معايا فلوس كده ممكن انزل اجيب حاجة على حاجة رخيصة، على حاجة رخيصة، على مرة حاجة غالية كده، لحد لما اعمل اللي انا عايزاه. هما بصراحة موفرين لي مساحة حلوة قوي، يعني المساحة يعني ايه موفرينها. اشيله بقى، لا بص مش هشيله، مش هشيله،
عشان ايه السلك معمول فيه. انا بقى همسك دي دلوقتي، بص عاملاه ازاي. يا سلام يا سلام عليه، على الحوض على الحوض من غير كلام. بسم الله. تعرفوا ان انا ما بحبش غسيل المواعين. هي دي بقى الزبونه دي بقت حامل ولا ايه؟ عامله ازاي مش عارفه ايه. انا بصوا ما يعني ما بحبش غسيل المواعين، بس لازم نغسل المواعين. حتى لو انا فكرت، لو واحده قالت لي هاتي غساله اطباق، لو انا حوشت وجبتها مش ملهاش مكان، يعني تحت الحوض على طول الدنيا ضيقه، في عمود هنا مش ملهاش مكان. ففقد الامل خالص في الموضوع ده. بقى لما انقل بقى شقه جديده عشان اجيب غساله اطباق بقى، هو ده اللي ناقص. بتنضف اهي عشان هي بلاستيك. دي كنت جايباها من ايكيا اهي، كنت جايباها ب 45 جنيه. بص كان في انا قبل كده كنت شاريه اللي هم التلاته ب 15 جنيه، اللي هو نفس الفكره. انا قلت التلاته ب 15 وايه النصب ده، ده ايكيا يعني الواحد ب 45 جنيه، واتضحك عليا ومش عارف ايه. بس في فرق شاسع، فرق شاسع في الخامه. التانيين باظوا من زمان، باظوا من زمن الزمن يعني، ما قضوش معايا اسبوع وباظوا. ده لسه ايه الحمد لله عايش معايا كويس، بس انا محافظ عليه. بصوا انت تجيبي الحاجه وتخافي عليها، مش تقولي بقى الغالي تمنه فيه وتبهدلي فيه. الله على المثل ده، انا ممكن اقول امثله. الغالي تمنه فيه وبهدل فيه، مفيش الكلام ده. لازم نحافظ على الحاجه بقى. بص هنخليها هي تنشف عشان لما اجيب كيلو فراخ ولا حاجه اوزنها. طيب كده انا خلصت غسيل المواعين الحمد لله، وغسلت حاجات. تعالى بقى نغسل حاجه تاني، يلا بينا. طيب نمسح من تحت. ايه اللي جاب الطوقه المكسوره هنا؟ يعني انا هلم مش عارف في المطبخ، انا مش فاهمه. حاجات غريبة في أوقات غريبة في حاجات غريبة. على فكرة ممكن أمسح الحاجات دي في الفيديو بقى وأطلع لكم إن أنا إنسانة واو مثالية مش عارف إيه، بس الكلام ده مش هينفع. الكلام ده مش هينفع، أنا كده بكره الناس في حياتها. لازم نبان على الحقيقة وكده. أنا ما بحبش أعمل روتينات كتيرة بجد، عشان أنا يعني بقول مش هتستفادوا حاجة لما أطلع وأنا بنضف كده. بس ساعات ببقى عايزة أشجعكم. أنا ساعات ببقى مثلا متضايقة أقوم فاتحة فيديو اللي هو بينضفوا بقى، خصوصا بتوع الأجانب بقى، وأقعد أتفرج بقى. بقوم انضف شقتي، بقوم انضف شقتي و رجع كله مكانه. يلا ارجع مكانك كده جنب اختك. ايوه ونرجع بقى الباسكت ده. المفروض ده يكون مملي باكيتات وكده، بس هو في دلوقتي نعناع. بس خليه الباسكت ده بقى. قلت ما جبت الكوستر ده بقى، عملي قوي بالنسبه لي، حاطه فيه المشروبات والحاجات بتاعتي، فهو حلو حلو. هاتوه كان في حدود مش عارفه بكام، مش ناسي ناسي خالص، بس هطلوه في عند ناس كتير. يرجع عارف ايه، يرجع تاني بس كده. حط ده بقى مكانه كده، وده مكانه كده. الشاي والسكر مكانهم. لسه بقى هفرش المفرش واحطه مكانه. شايفين انتوا الستاند اللي فوق ده انا دلوقتي عايزه اغسله، بس انا عندي مشكله. شايفين ان في بيبي لايت ملفوف عليه، فانا هشيله. طبعا يبان ان هو نضيفه زي الفل والحاجات اللي عليه فليه، بس انا مش عايزه اقول لكم ان انا ما جيتش جنبه بقاله كتير بسبب البيبي لايت اللي ملفوف عليه. فانا دلوقتي انتوا هتشجعوني ان انا هفكه، وهنشوف مع بعض هو وصل لمرحلة ايه. يلا بينا نجيب الكرسي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. شيل بقى الحاجات من عليه الاول. دي نضيفة عشان ماما كانت لسه بتسخن فيها لبن. دي نضيفة عشان لسه مستخدمها الصبح، كنا بنكسر بيها حاجات. دي فورت ماشي. ده بقى هو انا حاطاه ديكور، بصوا مليان تراب. ده حاطاه ديكور ليسار عشان هو اصلا مكسور اتكسر مني، بس انا بحبه فانا لزقته بامير اهو، وحطاه بقى ايه كديكور. ممكن احط فيه مثلا زرع، او ممكن اعلقه ديكور كده، لكن انا يعني معلقه عشان ما انساش نفسي
واحط فيه ميه سخنه عليه يفرقع في وشي عشان ممكن انسى، صح ولا انا غلطانه؟ طيب هو بدأ اهو. طيب ده بقى بخبي فيه البونبوني والحاجات مكان سري يعني، بس بعد الفيديو ده ما بقاش سري. يا لهوي انا فضحت نفسي، مش هخبيه بقى في حته تانية، والله ما كانش حد يعرف. انا كده فضحت نفسي بسبب ان انا قلت كده، هشيله بقى افكر واحطه في حته تانية. نشيل بقى الجيب لايت ده بالراحه عشان ما يتقطعش. مش عارفه اشيله ازاي، مش عارفه اهو. انا قلت مش عارفه، قال لي اهو انت ايه ده، ده انا كنتش لفاه. طب الحمد لله، صدقني بقالي سنتين فاكره ان انا لفاه. يا جماعه نشيله بقى كده اهو ونشوف بقى نظافته. يا سلام يا سلام، شايفين عامل ازاي؟ عايز يتنضف تنظيفه هايله. تعالي نغسله مع بعض، يلا على الحوض على الحوض. السلك ده كمان عايز يتغسل، بس انا غسلته وصدى وانا كنت دهنه اصلا، مش عارفه اعمل فيه ايه. في ناس قالوا ان احنا ممكن نمسحه بالوايبس، هنشوف الموضوع ده. ندعكوا بقى. مش نيف بجد، ننضفه عادي. كسل وحش والنشاط كده. بس كده يشطف بقى، واحاول انشفه برضه عشان هو استانلس. هو بيقولوا يعني ان استانلس ايكيا ما بيصديش، بس انا ما بضمنش حد. الدنيا دي ما حدش يضمن حد، فلازم ان احنا نحافظ على الحاجه. دنجي لالا دن دي دنجي لالا. استنى ترى فكرة حلوة. مخبأ السيرلي اللي راحت عليه ممكن نحط فيه زرع، ممكن نحط فيه معالق، ممكن نحط فيه ملبس نخبيه كده يعني. طيب انا كده الحمد لله خلصت الجزء ده كله. غسلت دي، هحط فيها بقى الدواء بتاعي عشان ما انساهوش، عشان انا عندي زهايمر او ما انا صاحب كسر. بصوا بقى الحركه دي هحطها هنا. ايه رايكم في الستاند بتاع ايكيا كده؟ حلو جدا. الستاند ده انا كنت شاريه من ايكيا برضو، كان بكام؟ كان ب180 جنيه. كنت الحته دي كانت زريبه، كانت زريبه، فانا جبته عشان احط فيه المجات بتاعتي وبقيت يعني الستاندات جنب ايه ركن الشاي كده. تمام، ده كنت لسه منضفاه، مش هنضفه تاني بقى. ايه مش طاقه على الفاضي وخلاص. وبكده يكون الفيديو خلص، والحمد لله خلصت تنظيف. واستنوا الفيديوهات الجايه، وما تنسوش تعملوا لي لايك واشتراك علشان تشجعوني. ويلا باي باي.